السلام عليكم، ازيكم يا مرات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده شويه فطائر حلوه قوي قوي، طعمها تحفه، الولاد بيعشقوها. حلوه كده كفطار خفيف الصبح كده، او نقنقايه في نص اليوم، بيبقى طعمها تحفه قوي، وبالاخص بقى لما نكون حاشينها حشوه حلوه قوي زي دي كده، النوتيلا، او وحشيها مربى لو انتي حابه، وممكن تعمليها من غير اي حشوه خالص. هي في النهايه كعجينه حلوه جدا وطعمها تحفه جدا، نزينها بنوتيلا كده او بسكر بودر، في كل الاحوال هي طعمها حلو قوي من غير اي حاجه. تابع الفيديو وشوف احنا عملناها ازاي. نبدأ على طول معايا بالمكونات، تشوف هنعمل ايه. اول حاجة معايا في بولة هنزل بكوباية ونص لبن، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة خميرة، خميرة فورية يا بنات، حط معلقة كبيرة. هنزل عليهم بأربع معالق ونص سكر، هخلطهم كويس مع بعض. انا عندي اللبن دافي يا بنات، مش سخن ومش بارد، اللبن بتاعي بيكون دافي. هبدأ اخلطهم مع بعض معايا شوية كده، بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية زبدة مسيحاها، نص كوباية زبدة يا بنات مسيحينها، هحط عليهم واحدة بيضة، هنحط عليهم حوالي معلقة فانيليا صغيرة، هنخلطهم برضو كويس مع بعض. بعد ما بخلطهم مع بعض كده يا بنات بيكونوا جاهزين. نشوف المكونات الجافة معايا. في المكونات الجافة يا بنات معايا هنا 4 كوبايات دقيق، نخليهم كويس، حط عليهم سنة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج بودر. تمام، هاخد المكونات السايلة بتاعتي هنزل بيهم على المكونات الجافة، هخلط العجينة بتاعتي الأول لحد ما تلم معايا، وبعد كده هعجنها بإيدي. بعد ما خلطتها يا بنات كده هبدأ ألمها بإيديا لحد ما تتكون معايا عجينة طرية ما بتلزقش. خلاص يا بنات بتخلص معايا بالشكل ده كده، ده بيكون القوام بتاعها معايا، بتكون طرية خالص لكن في نفس الوقت ما بتلزقش. تمام، انا احتجت ان انا احط لها كمان نص كوباية، طبعا كل دقيق ملوش مقدار سوائل معين، فلو انت احتجتي دقيق تاني عشان توصليها للقوام ده هتحط لها لحد ما توصل معاكي للقوام ده. هي احتاجت معايا كمان نص كوباية دقيق، هسيبها حوالي نص ساعة تخمر معايا، وبعد كده نرجع نكمل. حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع بالتقريب كده، خمرت معايا خالص اهي. هبدأ اخرج كل الهواء اللي جواها، وبعد كده نقطعها ونحشيها مع بعض. هنقطع يا بنات الحجم اللي احنا عايزينه، هنبدأ نفردها بس فردة بسيطة كده علشان خاطر نحشيها. انا هحشيها نوتيلا، انتي تقدري تحشيها اي حاجة تانية لو انتي مش حابة تحشيها نوتيلا، بس هي الوصفة دي افضل حشوة ليها نوتيلا بصراحة. ممكن تحشيها مربى، هفردها بس كده ان انا اقدر احط جواها النوتيلا بتاعتي. راحة كده هنبدأ نقفلها واحدة واحدة كده بالراحة كده، اهم حاجه تخلي بالك عشان ما تخرجش منك بره. بالشكل ده كده يا بنات بس كده خلاص، نبدأ نكورها بالراحه خالص. تبقى معايا بالشكل ده يا امارات، بنكون مجهزين الصينيه بتاعتنا، دهنناها سنه صغيره كده بالفرشه بتاعتنا زيت او سمنه، ونحط فيها ورقه زبده بس كده خلاص. بنكور، بعد ما بنكورها معانا بالشكل ده كده هنبدا نرصها في قلب الصينيه بتاعتنا. هعمل الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه دي كده وهرصها مع بعض، بس هسيب مسافات بين كل واحده وواحده. قبل ما ادخلها الفرن هنرجع نشوفها عامله ازاي مع بعض ونشوف هندهنها. هسيبها يا بنات بعد ما بخلصها كده بالشكل ده كده، هغطيها واسيبها حوالي نص ساعة كمان تخمر تاني معايا، ونحضر لها الدهان اللي هندهنها بيه على الوش. معايا بنات صفار بيضة عليها حوالي معلقة صغيرة فانيليا، هنحط عليها حوالي نص كوباية لبن، هندوبهم كويس جدا مع بعض ونركنهم على جنب. قبل ما ادخل العجينه بتاعتي الفرن على طول هدهن الوش بتاعنا بالخليط اللي احنا عملناه ده، او بالدهان اللي احنا عملناه ده. هندخلها في الرف اللي في الوسط على درجه حراره 160، ما بتغيبش معايا في السوا، اول ما بتاخد لون معايا من فوق ومن تحت بتخرج على طول. والفرن بنات بيكون سخن قبلها، انا مش بدخلها الفرن بارد، لازم اكون مولعه الفرن ومجهزاه يكون دافي قبلها.
بس هندخلها الفرن بعد ما تحمر معانا، وقبلها هنكون دهنين الوش بتاعنا بالدهان بتاعنا ده، واول ما تحمر معانا نشوفها هنقدمها ازاي مع بعض. بيكون ده شكلها النهائي. بنزينها بقى بشويه نوتيلا كده وشويه سكر بودر، وده شكلها من جوه. حلوه قوي، ما تاخدش معايا وقت خالص في التسويه، طعمها تحفه. جربيها هتعجبك جدا وهتعجب الولاد جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.